اليوم محاضرتنا تتكلم عن البايب فايس، وهي منقنة الأنابيب. هاي المنقنة تستخدم لتثبيت الأنابيب الحديد اللي تستخدم بالمي، يعني نقل المي حتى يتم قطعها، وبعدها يتم عمل سن للأنابيب هذه. فهي هاي المنقنة وظيفتها تثبت الأنبوب. الأنبوب وين يجي يقعد؟ هنا يقعد بهاي المنطقة، جزء منه والجزء الثاني يقعد بهاي المنطقة اللي هو ذا القطعة المتحركة اللي تصعد وتنزل عن طريق هذا المسنن اللي يدفعها يتركب هنا. انتو طيتكم اني السيكلامب، هي هاي ايضا الها شبه بيها، لكن من نجي على ابعادها هسه احنا اللي يهمنا انتو تريدون اول شيء تقولون شلون نرسم. اول شيء خلينا نفهم القطع المكونات اللي. القطعة الأولى اللي هي القطعة الرئيسية اللي هي رقم واحد اللي هي البدن، المصبوبة الرئيسية تصنع أيضا من الكاست ايرون، هذا السايد فيو إلها وهذا التوب فيو. الأبعاد مالت التوب فيو شقد؟ اللي هي 50 في هذا الطول اللي هو شقد؟ 158. هذا الطول 158 من أجى؟ أجى من مجموع هذا الرقم 68 والأربعة وتسعين، العفو 158، 158 زائدا 4 162 تقريبا. نجي ارتفاع هالكل شقد يصير 90 هذا الخط ومنه 90. فتخلون ببالكم انه اني باللوحة شعدي عندي هذا البعد 180 وهنا اترك لا يقل عن 30 سنتيمتر او 20 سنتيمتر صارت 200، هنا اخذ لفت 50 صارت 270 مليمتر ارتفاع اللوحة منها لهنا، الفضاء اللي انا اشغله شقد؟ 270. نجي يجي يركب عليها، يركب عليها هاي القطعة اللي هي تتركب هنا، ولنقول شقد هذا البعد؟ 150 بعدها الكلي. شقد ينزل منها؟ انا شقد هنايا عندنا هاي 90 وهاي 90، هي ما توصل لهنا، يعني هي توصل خلينا نقول اذا هاي تقفل على الانبوب هنا، هاي القطعه الراد وين تركب؟ تركب هنا بالداخل. فهاي شقد يطلع منها؟ خلينا نقول يطلع منها فد 80، اضيفها المن هنا لل 270، فشقد يصير اذا يطلع منها؟ خلينا نقول 60 او خلينا نقول 80، 270 زائدا 80 فيصير تقريبا 350. فاللوحة الأي 2 اللي هي بعد هذا ارتفاعها شقد؟ 420 وعرضها يعني تقريبا 600، فأعتقد تكفي بالارتفاع يعني، بس لازم تكون على الجانب الأيسر شوية من اللوحة بعيدة عن الإطار. يعني إذا عندي هاي اللوحة ككل فالإطار يصير هنا، هذا الرسم وين يصير؟ يصير بهذا الجانب بهاي المنطقة حتى يكفي. ومن الممكن أنه تقلبون الورقة بشكل عمودي وتخلون الإطار نفس المكان بالجانب الأيمن من الركن الأيسر، العفو الركن الأيمن، والبايب فايس ترسم في المنتصف مالته، ممكن يعني. نجي على بعاد ونكمل. أنا إيش عندي؟ عندي إذا تلاحظوا منها سكشن أي أي. هذا شنو السكشن أي؟ هذا هو السكشن أي أي. جا شوف للتوب فيو اللي هو هاي القطعة من فوق شي بين عندي السكشن مار بهذا المعدن فقط. هذا المعدن عبارة عن اي سكشن اللي هو هذا، ابعاده شقد؟ هاي منها 10 ومنها 10 وهاي 15 وهاي 10 ب 10، انا عندي هاي 50، هاي المسافة 10، يعني هي مو بالمنتصف صاير على الحافة، هي صايرة بالحافة البعيدة شوي. فهاي المسافة شقد؟ هاي 10، بقى عندي هذا الفراغ شقد منها لهنا؟ ايضا 20، لان هاي 10 ب 20 ب 10 ب 10، مجموع شي يصير 50. عندي هنا ثقوب المسافات مالت هذا السنتر عن هالحافة 25 وعلى حافة 15، والثقوب قيمته هنا الفاي مالت 12، يعني نصف القطر 6. ارسم هنا 6 بالفرجال وهنا نصف القطر 6، وهاي الابعاد مالتها تكون مناظرة، يعني هاي المسافة 25 ومنها لهنا 15 مناظرة لهذه. نجي على هاي الابعاد الداخلية اللي هي هاي المنطقة. لو تلاحظون هنا اكو مستطيل وهنا قطع، مستطيل وهنا قطع، شنو هذا القطع؟ هو التوب فيو لهذا المثلث، من اشوفه من فوق هذا الخط الوسطاني بين هذا، وهاي المنطقة تبين هذه، وهاي المنطقة اللي هي هذه.
هاي اكو مسافة هنا ترك اللي هي هاي المسافة بينه وبين الاي سكشن، نجي هاي المسافة 10، هاي المسافة 10، اذا هاي ايضا تصير 20 اللي هي بقد هذه 10 ايضا مثل هاي العشرة. ماشي، نجي الزوايا هذه كلها قيمة الـ R 4. بس هذا الفوق فهمنا اللي هو اصلا احنا ما راح نرسمه بالرسم المطلوب منكم، انتم راح ترسمون السايد فيو اللي هو هذا راح ترسمون. نجي هسه على هذا، قلنا مثل ما ثبتنا هاي المسافة 20 وهاي المسافة 94 زائد 68، فنرسم خط على طول هذه ونصعد 20، وهاي قيمة الـ R هنا اعتقد هي هاي الـ R 4، فهاي تصير اما 3 او 2 اذا امكن تقدرون تسوونها. هنا عندي الثقب هاي المسافة مالته من السنتر هي قيمته 15، والمسافة منها 6 منها 6 يصير هذا المسافة الكلية 12. هنا سنتر لاين المفروض بالرسام كان شي يسوي، يخلي هنا هيد اللاين ويخلي هنا هيد اللاين بنفس هذه المسافة، لان هذا ثقب اخر بهالمنطقة. نجي نكمل الارتفاع هذا شقد مين نطلعه، نجي نقطة نقطة، المسافة هاي 40 قلنا اللي هي هذه، والزاوية هذه 90، نجي هذا الارتفاع منا لهاي الحافة شقد 90، إذا أرسم خط منا يمشي بهالاتجاه. لو تلاحظون أكو عندي فرق بين هذا الخط وهذا الخط، ما صارت على نفس المستوى، يعني هذا إذا يطلع باتجاهه يصير بهذا الشكل. فإحنا هسه شو نحتاج؟ قلنا هذا 20، هذا الارتفاع ايش قد؟ هذا الارتفاع نحتاج نقيسه. حاليا ايش سويت؟ نقلت الرسم بالاوتوكاد، يعني الثاني هذا البرنامج، خليت اللوحة بي وثبتت السكيل اللي هو اعتمدت هذا 94 كطول يعني ستاندر حتى الأبعاد ثبتت. فهسه أقدر أطلع الأبعاد اللي مو موجودة، يعني هو هنا بالرسم شو مسوي؟ منطي هذا الارتفاع 63 على مود شنو؟ على مود هاي السنتر، على مود هاي السنتر حتى منا يعني وفق هذا المركز نصعد 63، بعد ما نصعد 20 نثبت هاي النقطة حتى نقدر نرسم هاي الآرات الاثنين، هذا القوس وهذا القوسين، لأني ما ندري شو قد. فهاي قيمة الـ R 50 من هذا المركز وهاي قيمة الـ R 60، فأكيد المسافة من هنا 10 هو مما ينطبق على هاي المسافة اللي هي قيمتها 10. زين، نجي على هاي اللوحة شوية نعطيها دارك كونتراست هاي الفاد بهالشكل، اي حتى شوية المؤشر مالنا يبين. نرجع ايش قلنا؟ هاي المسافة هي 34 حتى نرسم هذا الخط، وهذا الارتفاع عن هذا الارتفاع ايش قد قيمته؟ هاي المسافة قيمتها 30، يعني جربت هسه اقيسها وطلعت 30 مليمتر. تمام، فهاي المسافة 30 مليمتر حتى نسهل لكم الرسم. منا ومنا مثل ما قلنا هاي المسافة 40، نمشي 20 ونمشي 20، نرسم خط ونرسم خط خفيف، وبارتفاع شقد؟ بارتفاع قيمته 50، يعني من هالنقطة للنقطة 50 نرسم بزاوية منا ويا العمود 45 ب45، راح ترسم لنا هذا الشكل. هاي المسافة 5 مثل ما نشوف هنا، هنا جاي يقول هاي قيمة المسافة 5، ونصعد الباقي، يعني أنا عندي منا اللي هنا 50، فهذا الباقي منا اللي هنا شقد؟ من 90، يعني 90 تروح 50 يبقى 40، فهاي المسافة قيمتها 40. خلينا نشيك يعني إذا أكون قريبة منها، أي تقريبا 40 مليمتر المتبقي منها. نرجع الجزء الفوق من الرسم، هاي المسافة 60، والهيد لاين هذا نفسه يكمل اللي هي هذه 40، يصعد شقد؟ 60 ويقفل اللي هنا. هذا السنتر لاين هو اللي يفصلنا بين
السكشن فيو اللي هو مهشر وبين هاي الجهة اللي هي راح تصير بالعكس هيدن. هاي الجهة هناش عندنا فتحة مال سن مال بري، الفاي مال تشقد 16، هاي المسافة 16. نجي نشيك على ثريدد مالته من هالخط الى هذا الخط، فهي القيمة مضبوط 16 ماشي، هذا المسافة 16. المسنن هناش عندنا هاي المسافة 2 وهاي المسافة 2 تمام. من جبناها لان هو يقول في 2 16 في 2 يعني الدبث مال التسنين هو 2 ملم، فنرسم الخارجي 16 ونمشي منها 2 ومنها 2 نرسم خطين، فايش راح يبقى لي جوا؟ راح يصفى لي جوا 14، يعني راحت منها 2 منها 2. هاي الارات قيمتها يعني خلينا نقول واضحه، يعني اذا نجي هنا نقول راديوس ما يأشر عندنا، نروح نرسم دائره 3 بوينتس ونشوف بالضبط هاي الار جد قيمتها، يعني نقطه هنا نقطة هنا نقطة هنا، يعني هاي الار تقريبا هنا دايمتر 3.4 نقول 4، يعني هاي الار قيمتها 2 وهاي قيمتها 2 وهاي 2 وهاي 2 وهاي 2 كلهم تمام، وهاي ايضا كذلك، وهاي الار همين يعني احنا عندنا هذا قوس ولكن عندنا هاي ار اخرى بهالاتجاه تصير يعني بالعكس تمام، يعني عندنا نقطة بنقطة هاي دائرة مماسة هنايا ترسم قيمتها الار مقدارها شقد 2. هذا الرسم مالنا الشرات شو نقول له؟ كليك يمين اوردر، ندور على الاوردر درو اوردر سين تو باك، حتى اي رسم ارسمه يبقى فوقه. هسه وصلنا لهنا، هذا فهمناه شقد، هاي الابعاد موجوده عندكم مدوخون بها. هنا عندي ثقب ماشي منا لهنا، اذا اشوفه من فوق المفروض يعني هو بهالمكان، لكن احنا السكشن مسويه هنا على السكشن اي اي، فوين راح؟ راح ويا الجزء الفوق ما يبين. القيمه مالته شقد؟ الفاي مالته 8، يعني المسافه نجي انوتيت ونروح على لينير نقيس هاي المسافه من هنا لهنا قيمتها 6. ليش يقول 8؟ نرجع، هو هذا من نجي وشنو الغاية منه؟ هذا نمسحها، هذه احنا قلنا هاي 38 هاي الفاي 8، لكن تبين انه بالقياس لان انا هذا القياس تسكير القيمة مالتها هنا هي 6. الغاية شنو؟ هل هو خطأ بالرسم؟ نجي هو شنو الكمبوننت يدخل هنا؟ نرجع نشيك لأن هذا ثقب نافذ من هالجهة ومن هالجهة، يعني أكو فت بن يدخل هنا الغاية منه تثبيت أو شيء آخر. نجي على القطع، عندي هاي القطعة الفوق اللي هنا هي هاي الام 16 الفاي 2 السكوير ثريد، هذا وين تقعد؟ تجي تقعد هنا تدخل بهالمكان هذا، طول مالها 150 اوكي مفهوم هالشي. نجي هاي القطعة رقم 7 اللي هي السكرو رود، هاي هنا مشغلة، هاي القطعة ابعادها موضحة عندكم، هاي 6 وهاي 12 المسافة وهاي 10 القيمة، وهذا مثل الارك ماشي منها لهنا قوس ارتفاع عن هاي الحافة، يعني هاي المسافة منها لهنا 1 مليمتر على شكل قوس مماثلها. هذه الفاي مالتها شقد؟ 12، الفاي 12 هذه، هاي وين تجي تدخل؟ تدخل هنا، تدخل هنا تمام، حتى هذه وين تجي تقعد بهالمكان. طبعا الرسم هو يعني هل هو تسكيل هذا ايضا؟ نجي نشيك هل هذا تسكيل لو لا، نجي نقيس هالمسافة اذا طلعت 38 اوكي مضبوط، يعني هذا الرسم تسكيل لان هاي بحجمها الطبيعي. اذا هاي القطعة وين تجي؟ تدخل هنا زين، قلنا هاي الفاي 6 هاي قيمته اللي هو هذا 6 قيمته، وهذا جد قيمته المفروض 12، يعني هذا منا لهنا بقد هذا زين. نجي
هذا البنل الصغير وين يدخل؟ يدخل هنا على مود تثبت هاي القطعة، راح رأس هذا البن وين يدخل؟ مسنن هذا طبعا، راح يوصل لهنا. فمن يوصل لهنا شو يسوي؟ يمنع انه هذه تنفصل عن هذه، تمام؟ من هاي المنطقة هاي وين راح تصير؟ راح توصل لهنا، وهذا الكسرة الصغيرة اللي هنا وين راح تصير مكانها؟ راح يصير هنا. فهذا البن اللي هو رقم 5 يدخل هنا. نجي رقم 3 اللي هو هذا، اللي هو شنو الفائدة منه هذا؟ ها هذه هي مو اسطوانة، هاي الشكل هو هذا مو اسطوانة، يعني هاي قال مسافة 38، إذا هذا الشكل مستطيل، يعني الوجه ماله هاي المسافة 38، المقطع الجانبي إله هو 19 والارتفاع 60. هذا من يجي يقعد وين؟ يقعد هنا. هاي ليش خليناها 19 المسافة؟ لأن إذا نرجع هنا هاي المسافة شقد؟ 20 إذا تتذكرون. فحتى هذا من تجي تدخل هذه تدخل هنا، من الممكن أن تدخل للداخل، يعني هذه القطعة الداخل ويا هذه، وممكن أن ألزم بايب قطرة القد، يعني قطرة صغير، لأن راح يكون هذا التسنين يدخل هنا أو توصل لهنا بهالشكل، يكون شكلها شكل معيني يحصر الأنبوب. هاي المدرجات شنو شكلها؟ مثل المظلع، القيمة 2 × 2، 2 × 2، 2 × 2 ترسم خط بزاوية 45، خط بزاوية 45، وتبني مثل الدرج 2 × 2 وتقفلها. هاي المكونات الرئيسية. نجي هنا اكو ثقب، لان هاي اذا تتذكرون السي كلامب اللي هو مال الشد اللي هو الذراع اللي يحركها الشخص حتى يقفله، اللي هي هذه اللي هي المسافة 150، انتو عندكم اللوحة تقدرون ترسموها بيها. هاي وين تدخل؟ تدخل هنا بهذا الثقب اللي هو شقد هسه؟ هاي الخارج 22 والداخل الفاي مالته 10 × 9 اللي هو هذا، زين. هذا شقد؟ × 10 × 9، يعني هذا الكليرنس اللي هو الدي 9 هو قيمته 10، هذا 10 ملم، وهذا الثقب هم قيمته 10. ف الانترنال دايمتر الكليرنس ماله هو دي 9، الخارجي هو H9، ماشي؟ هذا نسميه الكليرنس. انت المهم انتم ترسمون هاي المسافه شقد؟ 10، وهذا الثقب اللي يصير يدخل به هذا هنا يوصل لاي مكان به. هاي الجهه الثانيه اللي هي الحره ايضا يكون قطعه مثل هاي، هاي مصبوبه منه به يعني، لكن هذه لا تكون هذه القطعه هي، يعني هاي القطعه، هذا المقطع الأمامي إلها، هذا المقطع الجانبي اللي هو احنا نرسمه اللي هي قيمتها 10. ومن تشوفون هنا الفاي 18، يعني هذا المسافة أيضا منا اللي هنا 18، العرض مالها 10، وكو ثقب بالداخل الفاي مالتها 4، تمام؟ هسه المفروض أنا إيش عندي؟ المفروض عندي هنا بن لازم أدوره، قيمة شقد؟ الفاي مالتها 4، مو هذا، هذا بن 18 والفاي مالته 4. ليش 18؟ حتى من يدخل هنا هاي القيمة، لأن هاي دارة قطرها 18 فيقفل بهالمكان. هذن اثنين وين يقعدن؟ يقعدن هنا، هنا يقعدن. أنا شي بين عندي يرسم عندي بس هذا، يرسم وين؟ يرسم هنا. وهذا وين يدخل كجزء؟ يدخل هنا بهذا الثقب، أوكي؟ لأي مكان تخلوه بالمنتصف، مايل على الجهة، مايل على الجهة، كيفكم. من ممكن أن تخلوه مايل على اليمين حتى لا يضايق الرسم. وهاي القطعة كليا مرتبطة بهذه وبهذه والبن، وين تجي؟ هذا التسنين يدخل هنا، يدخل هنا. ومن الممكن أنه هذا الجسم أنه نرسم جزء منه هنا، يعني نوصله لهنا مثلا ويصير بهالشكل، ومن الممكن أنه يوصل لهنا يقفل. هاي بقت أنتو حريتكم، لكن أنا شو أفضل؟ أفضل ترسموه يعني هاي الحافة توصل لهنا، توصل لهنا هي داخلية تصير، ماشي؟ والتسنين راح يصير شكله هيج ويكمل ونمشي قد هاي المسافة اللي قيمتها 60، ارتفاعها منها لهنا 60، نقول هالنقطة هالنقطة 60، ويقفل والمسنن الآخر يصير فوقه. هاي بصورة عامة التفاصيل الخاصة بهذا الرسم.
وإن شاء الله يكون رسم يعني سلس وبسيط بالنسبة لكم، يعتبر شكل تجميعي اللي هو مطلوب منكم. الشكل التجميعي المطلوب منكم الحل ماله هو، هسه نوضح لكم، اللي هو السادة سوليوشن، ننقله لهنا وننزله و بعد نعدله، نعطي روتيت بهذا الاتجاه، هذا الحل تمام. لاحظوا، لو تلاحظون هاي الجهة راسمها كاملة، لكن هاي الجهة مسويها لهنا هيدن، لأن السكشن لهنا، هذا مسوي له سكشن، وهذا هنا الثقب، هذا التجميع اللي هو مالت هذا مثبتها. فخلوا ببالكم هذا الشكل النهائي له. هسه الحل واضح قدامكم، أنا نعطيكم إياه هنا بالفيديو، صفنوا عليه زين، والواجب هو هذا تمام. خلنا ننقل هذا هنا، والواجب نخليه بصف هنا هسه. الاثنين هم قدامكم وشكلهم واضح، هاي القطعة هيانها موجودة، البدن عندنا القطعة رقم 1، هاي ما تبين لأن هي توب فيو، عندنا القطعة رقم 3 اللي هي هذه اللي هي هيانها موجودة، عندنا القطعة رقم 2 اللي هي هذه ما تلاحظون، البن هيانها الصغير اللي حكينا عليه اللي هو رقم 6، وهذه القطعة اللي هي رقمها 4 اللي هو هذا الشكل مالها، هذا العمود المسنن اللي هو سكرو رود رقم 7 اللي هو هذا هنا يجي يقعد تمام، والكيس اللي هي هاي كلها، الكيس اللي هي القطعة رقم 1 وتفاصيلها ورسمها. فأني أطلب منكم هذا الشكل التجميعي أنه ترسموه، وشكرا جزيلا للاستماع. أنا هذا يعني كنت أفكر أرسمه 3D، لكن ما أعتقد يعني ألحق، أنا أريد المحاضرة ما تصير طويلة، يعني هاي 22 دقيقة عندكم زايد يعني حتى تنتبهون وتفهمون التفاصيل كلها تمام. وإن شاء الله نحاول مثل ما قلت لكم، إذا ما لحقنا على هالكورس نحاول على الكورس الثاني أنه نرتب لكم مختبر الحاسبات حتى ننتقل لهناك ونبدأ نتعلم نرسم، ممكن نفس هاي الرسوم أرسمها قدامكم بالأوتوكاد وتتعلمون مباشرة وياي على الحاسبات شلون ترسموها، أو حتى لو قدرتوا ترسموا جزء منها على الأقل تصير عندكم إمكانية بالبدء بالرسم بالبرنامج. وشكرا جزيلا، مع السلامة.